فلسفه هند، وحنا دائما دابنا على التفاعل مع المعطيات الداخليه والخارجيه، لانك كليه الحقوق وعلوم اقتصاديه والاجتماعيه، عندما يكون حدث وطني بارز مثل قضيه الصحراء، الوحده الوطنيه، الوحده الترابيه، فاننا لا ندخر جهدا من اجل ان نصاحب هذه التطورات. والحاله هذه كما تعرفون هناك حدثين بارزين، اولا الخطاب الملكي الموجه بمناسبه الذكرى 43 للمسيره الخضراء المظفره، وايضا اصدار قرار من مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحده 31 اكتوبر 2018 والمتعلق بطبيعه الحال بقضيه الصحراء، حيث نعتبر ان مهمتنا لا تنحصر فقط في اعطاء الدروس، يعني الدروس ليكور، وانما ايضا تاطير الطلبه بداغوجين وعلميين حتى يكون هناك جسر ما بين ما هو عملي مهني، لان هناك ايضا دبلوماسيون حاضرون معنا ممثلين في اطار النادي الدبلوماسي المغربي، وايضا يعني اعطاؤهم الفرصه للتفاعل معهم وطرح اسئلتهم، وهذا ينبع من رغبتنا كما قلت في مد الجسور ما بين ما هو نظري وما بين ما هو اجرائي وعملي. قراءه القرار مجلس الامن 24/40 من زاويه المقاربة الحقوقية تقتضي أولا الباحث الإلمام بالممارسة الاتفاقية المغربية في مجال حقوق الإنسان من زاوية القانون الدولي. اتفاق المتعلق ديال 91 ديال مينورسون بطبيعة الحال اتفاق واضح جدا، بطبيعة الحال هو أولا وقف إطلاق النار، الحرص على وقف إطلاق النار، ثم كذلك تبادل الثقة، وبالتالي ما كاينش مكون ديال حقوق الإنسان ضمن صلاحيتها. أكيد أن البوليزاريو بدعم الجزائر تحاول تمديد صلاحية المينورسو إلى المكون الحقوقي على غرام طبيعة الحال بعثات أخرى ديال حفظ السلام في العمل، ولكن المغرب كاين واحد الخصوصية يقول بأن البديل الحقوقي موجود على الأرض. تناولت موضوع الحكم الذاتي في القانون الدولي العام والتعريف حكم الذاتي وإلى أي مدى ممكن الحكم الذاتي أن ينجح وأن يضمن استمراريته. وشرحت خلال المداخلة بأن الحكم الذاتي بأن فقهاء القانون الدولي يختلفون في تعريف الحكم الذاتي، ولكنهم يجمعون على الركائز الأساسية للحكم الذاتي اللي هي أولا الديمقراطية، احترام حقوق الإنسان، والثقة بين السلطة المركزية والسلطة الحكم الذاتي، وكذلك الثروات الطبيعية. فهذه كانت أساسا المداخلة التي قمت بها. هل يتوفر المغرب على استراتيجية حقوقية وطنية إقليمية ودولية لتدبير جميل الصحراء في وقرات الزمن؟